صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سورة الكافي إن شاء الله تعالى أول سورة الكافي إلى آية اللباطنات بدرس يقول لخلدونا. فرك سورة الكافي وسورة دي سجارية طبنات ترتيب القرآن قد جميعي آية لها دونوا بغلية طبعا. سورة الكافي وحي كمكة هاي شن سورة دود الله سبحانه وتعالى أمان في توحيد الله بي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سورة الفاتحة، سورة الأنعام، فاضر هي الصبا هي كان قرآنكم سيري سبب الله يسوي سرعة عشانيها طيب غير سورة عشانيها لا تدب السورة ضد مالها. الله تسبيح وكب الله بشانتا الحمد لله رب العالمين لا تدب التسبيح رب العالمين وحوية تدب الله أخسامتي أي تسبيح لهاي مد مستر بالغ بالله سبحان النبي أسرى بعبده إلينا مد وحالغ بالله في الماضي سبح لله ما في السماوات مد وحالغ بالله المضارع يسبح له ما في السماوات مد أمر بالغ بالله سبح اسم ربك العلى وحتى لو استسئوا بالله سقال يلواتن سورة ضبع يبن حروف مقطعة أقو بالله بكاه وحتى لو قيد وين يبن قارف بالله بكاه كبتاه والنجم والليل والمصلاة قال وحاجر أيامنا آخرة قيامنا قوها يلي أطاء أمر الله اقتربت الساعة اقتربت الساعة وحول إذا الشمس كولت إذا السماء فطرت قال يقول الصلاة ساترة قال وحيكب اللوضان يعني نعمه ألا إنه شيري إنا إذن في ليلة القدر وحيكب اللوضان أيان نبي بقول الشيخ يا الله سبحانه كسرة قال روحي كب الله بنين نيري كب الله بنين يا أيها الناس يا أيها الذين يا كذا في القرآن الخصاصي سورة عشانية سورة الكافي مكة وحي كمتها سورة ذهب مكة وحق عقيدة ذي كهبنا سورة ذهب مكة أصول العقيدة اللي إلا بي كهب بيان والزمن في النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هل من كان لبسر شرك قلبها بيني إلى شرك قلبها بي أحكام حلق محكم من ذلك إلى شرك قبقه وقدتك الدين تقاتان قفا الدين تقاتان الحكم لقفل المهيون بكى سورة دون سورة دها سيكمتان بكى سبن الدين سيدنا محلقين قريش يا وحي الدرانين لقد هذا النظر بن حارث هي عقبة ابن أبي معايد وحال اليهود وين رعي المرون هنا فلنت هات مدينة تكتا سوى الدية بل وحي نقول أمانه ننت لنا الفترة إلى قرسيان لكن المدينة يتغيرون وحيدة ومن نوع حاسة دوريرية وصدا صوت لها قالوا دورنا هو نقع المثلثين حيث يصدح مثلا ويدية هذا صدح ذا الله بكم بدك الجوابه منه فرها كقابه وانا هدي صدح ذا بك الجوابه أما صدح ذا بك الجوابه وانا هو بيناله وحتى قادنا ثاني ذلك الانتساء ويسون نقضي قريش بيسيدي وشاقه يقول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا وحي الله دور انت يهود سلي صوفرين لمن دل يرعه اللواي بري وصدا صوصاته أمر كود عجيبة هبن كورا حكى الله كورا انت من أدنية دوتا لسم ريو بقر هاي النوعاتها في الحالة دي سنة كورا فوح دل انه دور انبالي مكا روح دو حيث من دون تاسورة الإسراء مكا نبي الله محمد برهبان يدن كورا يدوين إن شاء الله مدهن المركيا ليه للنبي اللي بشر بوها يو وعبد باكوه السلسية يعني وحبي اسمائها إنو ندهن لكن دي تاسو نقول دارين وحن جيبا مركا كرالي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام شنية طبعا عسو كرالي قريش وحي سنة لحمنهن قال وحي داهن بنتي وحكا شيهي تري وأول كروح قال وحي دين سنتي أول رمي تري باكتري نبي واجب أمرو دي مركا قصة دي القصوية كي أضوبا بالنبي الله تاني وحان الله شيخ النبي إنه يدهده وحكسه سمينا يا إن شاء الله إنه يدهده الله شيخ مركز صدح لا قصه فوحي إيادة سورة برطن بيتني دو قل الروح من أمر ربي بعده جوابه لبدا نسيتي عبد الله وشيكين مركز صدح لا قصه وصورة ذلك شيخ قصة أصحاب الكهف وحيث المام إسام التضحية التضحية بالنفس والماء نفسي هو رنمه عقيدة هي حق الله رأي نفي ما الله رأي لأن يرغب النفي ما البهر رأي بقر في دقيانوسها
والنوعات هذا يهتي سحقة كعب بينه يقوم كعب سنيني الله سبحانه وتعالى فرج بأفره قصة ذلك لنا حوي قصة موسى وخضر وحيثاتنا قصصين إيسا تواضع يعني كبير الآن هي علمك إن لك وإن ملك صلى الله عليه قفناه نبيه كرين أنا أقوع علم قدم قصة ذلك لنا حوي وملك عادلة وهالجماعة وحق في ذنية بلوقة ذنية عقل سورة الصدح مثلا وخلاء يا لؤي سري الله سبحانه وتعالى قدر ليسا وحوي أصحاب الجنتين لبدي نينه مثل بيرت لها وكوتات واحد تسالة وتهي نيك برانية وحول بدل كفانية هي نين عقيدة دي سكفانية فقير عقيدة دي سكفانية كاسا كشرف بدل كانوا بابا أهلة الدم النقنة هي قصة كلاوها الدنيا قيمها إلى ذا حميديسة وليسوها الليه وضلت هذا اللواء يماءها هي قصة كلاو كبير هي حسد وإبليس لقد صلى الله عليه وسلم إبليس وكفاي وغشه وأقسم واحد فرك سورة المعاني ذا فرها بنبان إن شاء الله وكفى إلي سنين الله محمد الملك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد أما لله الله يوسف ناتي الذي الله أنزل كدجي على عبده أدون كيس محمد الكتاب كتابك كدجي كتاب القرآن كريمك ولم يجعل ميل له يعني فيه كتابك جعيس عوجه وخلق الله عميل معاني في سوح الصهر من مال اللفد جيس النظم والتحية هنا وخلق الله عمل وفساحدي سحد يكبع سنتين وكان الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد ما يلاه أبو شرف بدن يا أدونيما كسفي أدونيما وكان الدنيا وحكة الشرف بدني مجيلة والغفال قلت أدون نبا النقضة وحكة الشرف بدني والغفال مجيلة سبحان الذي أسرى بعبده الليل ومقام وين أنزل على عبده الكتاب وحوي قال إني عبد الله نبي قمرك كفاني إني عبد الله وحوي واتاس نبي عيسى ويان مركب وحوي أدون نبا دوا شرفت ورسرت نبي واكلي هاي لا تضروني كما أدرت النصارى عيسى ابن مريم هي واحد جبنا وإلهي قد جينا لكن أنما أنا عبد الله ورسوله الدم بان حيدوك الدم مدوى شرفت وقصة ريكوه مركا الله سبحانه وتعالى ويسماني مركا نقرأ والينا قدوني يعني إنه خطبوين كين يدعو عليهم يا هذا الله دي أنه لن الحمد كفر فرنه قال لينا قدوني يا حمدنا كفتنا مركا أقبل بين قونا يساوي الله هو نتعليمنا يا حمد جيسا إنا الكمار مكرين مركا الله فلسكو أماني يا إننا ليرو أفضلنا كتاب كريم فيه أودجيه خلقه إنه خردق موضوع خلقه إما سالح لحم بارسن ووحلقه أماني لله سبحانه وتعالى الحمد أمان لله الله يؤهاتي أمان ودن الذي أله أنزل الدجية على عبده أدو كيس محمد الكتاب سلجي ولم يجعل ميل له يعني لو ذا بمعنى فيه حروف الجري ينوب بعض عن بعض بالليلة ولم يجعل أن يلي فيه كتاب القرآن تادح لي سعوجا وحق القلوع أن يلي النظم دي سيسلوا السبوها ويسيها هي مناسبات إيسا آيات بآيات دكو حيث مناسبة إلا لا يضعي سورة بسورة دكو حيث مناسبة إلا لا يضعي وحوية هذا بلو القرآن فوق الواقين مناسبة بين نسو وضعها معنى يسون وحق القلوع يسكهرمات ليسون لعمرنا ملي قيما بكيري أما قيما حالي يعني كتابك كيف توصل يعني مستقيم وحولي مركا لا أغريني يوجني قيما وحي البالة الأغريني هذه اللي يسكد بقبط معنو سكر يسكد بدلي أوه نغن يوجن قلقلوع ميري قيما توصلين ميري معنو ساس صور نغني هاتول معنها هذه اللي يسكد بقبط مركا قيما المشيو سنين لم يجعل فيه ميري يوجن قلقلوع ميري قيما حاله مستقيم يعني مصوب على الحال بالية أما جعل قيما بويالا كتو صم بويالا أما قيما كمراد قمسويا لمسالح لأمدا بوكها الليال مهو الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد كتاب كردوس وردجي اللي يرزيل إنه كدق النبي بأثا شديدا أضرا ومن لدين حبي سكاء هذا ويبشر بشاري المؤمنين مؤمنين الذين مؤمنين يعملون عمل فلي الصالحات عمل وناسا أن الله بأن الله من أصولنا لأجر الأجر حسنا وناسا وهو الجل أجر كريم أجر حسنا قرآن كديل ودار وجنر قرآن النبي الله محمد وحعلوا حكمتها اللي رسول دجي وحكمه إنه قال قد جو
عذاب شديد او الله وحدي سكنيو مؤمنين الصالحين عمل صالح سميتين خير بشارين عبران كلو كان واسد مركم عني وحوي كل دقه القران كان لنسيه خير بشارين يا قران كل وهذا القران كل دقه خلاص خيرتي وحوي وحوات كانش الله كل سو دبي لي ينذر انو ادغ الكافرين مسؤول في هران بان وحيا مع المرك الاعراب اللي ينذر الكافرين قال انو يقدمو باسا عذاب وأدب شديدا وضرنا لقى وقتا من الدنيا الله جهل سكيم يعني الله حكمي ويبشره بشارين المؤمنين مؤمنين الذين مؤمنين يعملون الصالحات عمل كوناس سمين وعمل الذي في لون سمي الشرع جرى وقصا من بقية شبك من كجر أن الله من أصول هذه أجر أجر حسنا وناسا وهو الجنة ما كثينا حالا كنا جينا فيه أجر حسنا وجنة أبدا ولبا يعني لا تضاع لها لا يبقون عنها حولا إن يكور إذا ولي جنة كما أنت تجي يا وقت جنا كذا ما المها يولي وذلك هذا لقد ما إنه أدوه ودار مرور وعبور والغش قيسنة ماشي اللي تجي يا وهم كور ما تسين حالا كل جنة يا في ذي ثابة ولي هو ينذر وجود مركلة الذين كوي قالوا يدي اتخذ الله الله وكو يا شيء ولدا علمه يا شيء والبد جنينات جنين تهرا وعاء قالوا دم بالله دقي يا حق بيدو أردن دقنين تندم بنا هو يريد إلهي المولى يهي ما في قارن لو مدقي يهود وحي لهن عزير بن الله نصارى وحي لهن عيسى بن الله مشرك العرب وحي لهن الملائكة بنات الله هو تلو دقي إلهي وحك لإن لبربر رقو وحنوع لما نقص فايو هيركاتي تاغن تاني لينذير بأس شديدا أو ينذير أودقه الذين قالوا يدي اتخذ الله الله يا شيء ولدا علمه يا شيء لبدا الدقنينات هذه عرابت الله قعه مده مفعول شهر على قبوه مده الضمان وش اللي شقد قيب على قبوه مركم حال لو قد قيب يا قوة عذاب شديد على قد قيب يا قوة سجارة له عذابا ما الله مصرنا عن قوة الله علمها أشرى لديه الميال الشغى به باتخاذه الولد من علم وحقان وحبك مؤقع قرال سميه لي دينو شاكي مجرده عيد أقويها أنه يكور إشتين مجرده ولا لأباهم أبا يوغون علمه ما سقناني أبا يوغون أي علمه ثقا هذا نيان وأي تغليسان أيان إليهن أبا يوغي أيان سيدا كسيو قادي وحبك ما أبين يقول لك سيدا وحكم أبو يسكي ذا ذي باش أبحث قرن إثال عقيدة إسك أراه قيمة ملك عقيدة وين الدليل إذا توحى عقيدة رخصة بسنة كوها الضيساني وعلم الهوائيين لكن هذا من الأحوال في هذا السلا تهيدي ساتي عايش اكتهم البعض السلا كم مغلق وعقيمة ضمان تطفر البدن بها وحي لها المركز وحوش يكتون اهم البعض تاجر اهم البعض كعلم البدن خاي ها هم الهدو السلا اتشيك لكم ايسيا هو كعلم البدن ايوين اكلم علم البدن ايها شاء ما اللهم مصنعني به باتخاذ الولد الميال الشرع اما به بالله الله يسيطولي في ثمن عدو وحقان وصنعني ولا لا الله ما بيوم ذاني وما سنن وحلف كم أوجع كبرت ويوين تهي هي كلمة ذاتي كلمة كلمة أهم بوين تهي كلمة ذاتي تخرج كسر بحيس من أفواههم أفقاد كسر بحيس أفقاد الله يدي الدبين بع كسر بحدي يقعد بع كسر بحاي كلمة ذو هالك تكرح سماي سماي تهي عرب كلي بالشمها يدن حلقة سماي لجحروفته يهود وحي كسر بحي هاس وحي كسر بحي وحاف كسر بحاي يعني. وما حصل كسر كلمة دي بقى مركّة كده حسمايتني هوني أفقاد كسر بعدي مركّة كلمة أفقاد كسر بعدي كلمة وين الله جاي يغيق سنوات ووح الله جحم هذا يعني كلمة هو تعجب آد بل ولا يبني لا ما الملك حق الله جاك يعني مية عقل جاك مالك شاول كبر دوين وين تاني كلمة داش فعلك قاس النقان كلمة من جهة كلمة وين تاني كلمة داش تخرج كسر بعدي من فهم أفقاد كسر بعدي إن يقولون ما يقولون ما أري أرنين إلا كذبا بين مي إلهي بعد الملك وحكب بين بذوال وح بين كون بمشي التبع إلهي بعد الملك بين كون بمشي التبع وحيفو قولين فكما أنا وحالي نوقدي أننا هنا نوح النوع عصو كلا التي فريسية هي عظمة هي كبرية هي تفريسينا الملك قد عنوه بل نوقدي إن يقولون ما يقولون ما لها ما إن أرنين إلا كذبا بين مي وقال الله في ليه النبي الله محمد واطي والبهاري شان يتبنع شمرك وحي مكرر عليه ونبي مكوذ آت وقد ذلك إليه إليه كميان
marka markii wax uu ka raagay sidii xalka uga fogaadeen buu nabii ku wadaatay beentiisi waa u shaqay weeyay ilaahay qarna waxa ay dhahan jinkii laa min shiray waaba ka tagay ninka marka taasuu nabigu ka xun yahay falcallaka waxaad mudan tahay baan idhan laga yaabaa nabi maxamedow baakhicun inaad halaagto naftaka naftaada calaa aahaarihim calaa min bacdihim iyaga dabadood markay yacni kaa tageen kadib wey iyaga dabadood macnaheedu waxa weeye markay kaa tageen iimaankii ka jeedsadeen ood ka quusatay inay mu'miniin noqdaan inaad naftaada halaagto yaabad u dhowdahay in lam yu'minuu haddaanay rumaynin bihaada alxadiisi warkan aada hayso qur-aanka haddaynay rumayn asafan murug darteed baynay naftu kaaga dhacdaa laga yaaban yahay falaa tadam nafsuka calayhim muxasaraat waxa weeye adoo iyaga u qoomamoona nafta ay istiqaan marka nabigu waxaa loo sheegay waa amar ahaan wey naftaada ha halaagno walbahaarkooda ka bax ilaahay baa ku shuqulahoo waxa weeye la xisaabtamayee adigu ha walbahaari baa nabigu lagu leeyay marka amar bay ka dhigan tahay falcallaka waxaad ku dhowdahay baaqicun nafsaka naftaada inaad halaagto yaa laga yaabaa calaa asaarihim iyaga dabadood yacni intay kaa tageen kadib inaad naftaada halaagto iimaankooda ka quusatay in lam yuuminuu haddaanay rumaynin baad naftaada halaagi u dhowdahay bihaada alxadiisi warkan aada hayso asafan murug dartedina la halaagtay allah wuxuu leeyahay marka innaa jacalnaa waxaanu yeelay marka daaciga nabiyullaahi maxamed waddadiisaasaa la mariyo dadku markay xaqa ka fogaadaan adigu dantaada wado hawshaada wado ha ku walbahaarin allah baa la xisaabtamayee xaqayayna kaa horjoogsanin inay dadku ku yeeli waayaan xaqa wadwey wax kasaanu yidhahdo saaxibu lxaq oo dhan marka hore waxa weeye waa lagu kici dhaqta loo raaci lahay laakiin marka dambe xaqiiqada la ogaado dan baa loo wada raacay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo maka jooga buu keligii yidhi nabi baan ahaa waa laysoo diray waa keligii cid raacday ma jirto waxaa u rumeeyey oo horreeyey dawjadiisii khadiija bintu quwayl kow bay ahayd waxaa ku xigay caliy ibnu abi daalib oo nin yaroo caruur ahoo nabigaba la qoys ahaa baa ku xigay abuubakar sidiiq baa ku xigay oo ragga waaweyn ugu horrumeeyey bilaal binu rabaax baa ku xigay waa guntintii ugu horreysay islaamka ku dhintamay markaasuu ku fiday markaa islaamkii hoos ahaan buu u fiday laakiin maka wax sharci a lagama socodsiinin caqiidad un baa la dhisaayo 200 dad ka yar baa ka hijrooday maka oo madiine tegay saldhig nabadgelyaa markay heleen bay adduunka oo dhan ka adkaaday nabiyullaahi maxamed keligi adduunka oo dhan buu ka adkaaday oo laga wada haysto laga wada xeer dhigtay marka daacigu waxaa la doonayaa si calool adayga inuu sidaa yidhaahdo nabiga marka waxaa laga quusinayaa biyadu wax la isku mashquuliyaba inayna ahayn innaa anagu jacalnaa waxaan yeelay buu ihi alle maa cala alardi ardada waxa ku sugan ziinatan qurux baan yeelay lahaa iyadaan qurux uga yeelay xikmaduna waxa weeye linabluwahum inaan imtixaano dadka ayuhum koodii axsanu wanaagsan camalan xagga camal khalqigaa la imtixaanay marka adduunyada waxa dusheeda oo dhan ziina laga yeelay baa la yidhi culimadu waxay yidhaahdeen wixii ziino u suubada qurux wuxuu u suubada wey oo markaa bidmatal hangaranlaha iyo abeesada iyo sidaca iyo wixii wax dhiba ziina ma aha culimada qaar baa yidhi culimada qaarna waxay lihiin kuwaa naftoodu waa ziino oo allah loo deliishanaya sida alla u abuuray iyo nooca yihiin iyo alla khalqi u abuuray kulli waa wada ziino wax adduunyada dusheeda oo dhan wax xawayaana iyo waxa geeda waxa adduunyada dul saaran oo dhan waa ziino kulli waxaa loo wada dadaysan allah ugadaysaa la wadadaysanaa noocyo kala duwan buu abuuraya dabeeca miya waa abuuri kartaa kuwa le dabeeca wax abuurtay dabeecadu sina waxba uma kala duwi karto isku sibay noqon lahaay innaa jacalnaa waxaan yeelay buu ihi alle maa cala alardi ardada waxa dusheeda ziinatan qurux lahaa iyadaan uga la yeelay alxikma waxaa weeye linabluwahum inaan ku imtixaano dadka ayuun boodi axsanu wanaagsan camalan xagga camal marka alla subxaana watacala waa ina imtixaanay ogow keenidda adduunyada layna keenayn mumtaxiniin baynu nahay marka qofba qofku ka camal wanaagsan yahay wuu soo baxaya qofka camal wanaagsani waa maxay calaa dariiqata nabiyullaahi maxamed qofka ku soconaya diin ahaan iyo caqiide ahaan mucaamalada de meelo xalaalaa laga shaqaysan iyadoo dhib male caqiidada iyo diinta iyo cibaadada waxaa qofkiisa camalkiisu wanaagsan yahay nabiyullahi maxamed wadadiisa qofka mara waxa weeye hindise iyo wax lasoo dhoodhooba iyo sidaasaa la maqlay qiimad ma lahaa wa innaa anaguna marka nabiyullahi maxamed waxaa leeyahy adduunku waaba heerkaas iyadaa lagu qurxiyey wa innaa anaguna la jaaciluuna waxaan yeelaynaa maa calayha waxa adduunyada dusheeda saciidan carro jurusan oo wax masoo saara yacni carraseel ah jurusku waa carraseel wey yacni waa ardullaa nabaata laha wey saciidantuna wejka ugu saxiisa waa carro waxaa lagu fasiraa saciidan bannaan jurusana waxma soo saarayn sidaas oo kale markay saciidan carro
جروزنا عفسيله وحبس الشاري ولا نغاط فيها ولا ما أعطيها مركا الدنيا ذا النوع عاصر صعب الله أبا بينا يوح قيمة ذا باللهين وضفك عند كبرى الله أمويان عن قيمتك للهين وحبنا إلا محمد هشكو دالين بالليل وإنا نقول الجاعلين وحيالين ما عليها وأحرض الدش هذا أحرض الدش هذا السفيد لم بنان جروزنا وحمس وصارع مركا قصدي النبي الله محمد الكفر الجايين بسبب النبي الله محمد الكفر الجايين بعمل شغلة بالله ومر كورنا يدور دوين بالينو شيء مر كلامنا يدور مفصلة يالينو شيء الله يقول يا أم حسيت ما وعظم ملايين إنسان أن أصحاب الكهف ولد عبد كوجر كان يور رقيم الله في قراء رقيم كوالي سوق الأرضية قل يقول تبقى وكوي على رقيم لي قل ينقل حيله بورت وكوي على رقيم لي لكن سيدة البنان تهيو حوية خطيم والله حقوق الرايين وميلها إليه دينتي أي هشتيني وحلا حقوق الرايين مقعيوها دي وحلا حقوق الرايين الله ونقصي كوها مالك وحال إذا أم حسيبتم وحاضوا ملايين أن أصحاب الكهف قد كدت في أصحابك أها يور رقيم الله حقوق الرايين كانوا إني أهايين من آياتنا أيضاها يجح حالائي كميدي حجم وحلا ليا على النبي كحما ذي دبليو كتب على ليه هاي كهف غير رقيمكم عجب بعد مونيشا كل ولدين عجبهم أيدها كلا ألا ليه بكتي عجبني وين معناه يعني وحبها تيكسر منهم وعجب هذا يعني إني يبو مركي لوجش كي أي فقص الراعيان هذي مجلاتي كلا الراعي وين هو قادم بالي عجبها هذا وهي بكتي عجب هذا بالي بس هو كلا عجب ما هو كعجب هذا بنا لبسين يا بالي أم حسيت موحد ملايين أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات من آياتنا إذا يد عليكم عجبه وحلاليا مساسة ملاينة مي وحكى عجبنا ما كري أقول والله بسيرة يا أخوة كريبة آين إذا أول فتية مرة كشي كيبا ليدو أذكر كشي كائد وقتي أول فتية بل يردي أي أدن من إلى الكهف قدكي وفقالوا أي إلى هذين ربنا رب فقالوا أي ربنا رب يوم آتنا نصيب من لدنك الجهاد هذا وحادنا قلت رحمة رحمة إله عادل قلنا نبت قلي والدين تيدا نون نبت قلي رحمة واطا والرزق عن النصيب وهي لنا نون سهل ونوضي يارقلي من أمرنا أمر كان هدى عن كل شيء والدين تيدا أن الله عربينا تجدد سيدة صوصان وعي آيات بالي للقصاد من دقيانوس ليلة دقيانوس وضغرة وصنا مع عبداء يا أتلين سيدي ماشا وحلقوت الماما يا إنا يا هاي ماشان هذا اللي يدهلو أنزلس الذين كيلو هذا إسبانس ماشي بقين بالغوت المامي لكن ماشي ماشي يا حي يقولك وثروها يجا مقعيه هوري يمقاله ذي يكتب حين يوح حصرا وعقيدوه كتع على قدمه قال لي نوشيق لها دي وعفا يديه كنتي قال لي نوشيق لها بسرى النخر كيدي قال لي نوشيق انتي اي نفوح قادا لها قيمها الحي مركا ما يسعى على قدمه المامي marka boqor kaasi u dadka ku qasbi jiray in sanamka la caabudo oo loo gowraco oo lagu diiqo sidaas oo kale in dadka ku qasbi jiray qolada dhalinyarada marka 8 iyo 7 meelaha ay ahaayeen marka iyagoo is ogeyn ba mid walba xaqi alla fahamsiyeeba isagoo marka meeshii sanamka lagu sii diiqay oo lagu socdo oo gowriciyo wixii la wado iyo mid geed hoos fadhiisto ku gabaday baale ku kale waa uu halkaas ay kulligood isugu wada yimaadeen marka deeyay way kala cabsanayaano boqor fi jiniba jago waxba isma jeey kara markii dambaalayda warramay oo maxamedeena laga dadku wakaas halkuu aaday maxaynu nahay way suwareysteen waxay ogaadeen inay xaq wada fahmeen bay ogaadeen markaas taa ila aan israacno sidii baa la isku raacay meel gaar ah iska degay waana abayoo dadka ugu sharaf badan bay ahay boqorkii baa loo sheegay in niman dhalinyaro noocaas ah salaaga oo markaaga aan ogolayn baa jira waa loo yeelay maxkamaddu dib u soo taagay marka wuxuu yidhi maxay idin la taayo waxay leeyahay waxaan aad caabudaysaan baadil weeyo waxba kama jiraan weeyo sidaas weeyo oo anagu rabbi samaawaad wal ardi baan caabuday marka dib dhigo muddo u qabtay wuxuu yidhi marka muddadaas bal ka soo fiirsada inaad ka noqotaan inaad idin laayo ka soo fiirsada muddadii bay fursad ka helaan waa muddada marka ay xeerahooda ka tagayaano ay allahooda diinta degti ula baqayaan odayga ninka boqorka hortiisana xaqii bay ku sheegay oo naftood hurayaal bay ahaay إذ وقت كشك أول فتية لأن يردي أن يؤدن من إلى الكهف قدك يؤدن من فقالوا حين ربنا يا ربنا ويا الله بر يدينو يبا الله هذا كفر صان آتنا نسي من لدنك أديك جهاد هذا رحمة رحمة نغسي
ونبت جليو يدين توضا أبحثتا يريد تعون العين يميلين تقعي وهي لنا الله بيار جاري لنا أنك من أمرنا أمرك يجا حقي سأمرك أن هذا كتشفه ونفتي هو لماذا الدين تيضا الله بقانين فشدنا سيسا واضح الله حوي يقول في مركة قالين الله نبريين الله ورعي فضربنا وحن دل صاري على أدانهم لقهوذ حجابا طان دل صاري في الكهف يقول تدعلي فيه سنين سنة عددا وخرب بغلة صدح بغل وحوي وبش اللي إذا هذا الشمس قاعد صدح بغل وصنع الشمس قاعد أما صدح بغل يستقال قمر قاعد سلاسة وخلاء يا مساتي بقول في سنة وصدح سنة وقمري أديرك ويسينو من دونه ما كضربنا معناه وحوي ونفضل في سنة ون مركز حجاب على الأذن حجاب كاس حجاب نظمه دقوه دي بقى مقل في الأذن إلى روح أنتم مقل يوم سوتشينا مركز هل كاس كرة حسنة يا يعني الله ما سيحيي كل ده دير بيت حلنا وحضع نصو مباهنا فضربنا وحنفضل طوفه قال لي على أذان دقوه دي حجاب يعني إجابينا وحباً مغلينين ولا تعديليه في الكهف قلت لحيس سنين سند عدداً وفرساً ثم بعثناهم أنشوكم سنين سدح بقولي سبسر كذب لأن علم إنا نؤقى أنه يعني أصور ظاهرية ويا الله مركب ووقعه أيلبس بين اللي بدأ سيدي متفادي أحساب كوبيت بداً لما الله بسين سيكون نقادين أمداً مدأهان إياك الدحنودي اللي مدح السيدة صحيحة وإياك الدحنودي سوى التوصي وقال وحيد المالين قال وحيد المالين بركان قال وروح اصلا نبدا الى قد لا فوق الى ما انت يجوغني وحوي دليه لك لا ينقص سنين برك لمدي في من ما شيغن سيده اهل عاكلوا لي لمدي في دو حوي لمده كمر من دون تمرك دمبه انت شيء نغين انت مرك سيده ورا قصي عنوا الله ثم بعثنا وشرت سنين لنعلم ان انا نبانف اي الحزبين لمده قد مدي احساس كوفيد بدن لما الله بسوء انتهي كل قادين أمدا مدأهان بركة الله بقى إلا وقت سوني مركة واثق تصدق مفصلة الله وحكود النبي الله محمد نحن أننا نقص كاغا الشيخين عليك الدوش هذا اللباء هم وركوذي بالحق السن لباء وطلب لسا بالحق إكتوى حقنا يعني تصدق وصف اقترا وزياري ناقص مدنا اللهين وصدق أي كاغا دلبين ما يكون شيئين ما يكون جبا حيثا وحي أي كاغا دلبين باوحنا نحن أننا نقص كذا شيء كينو كود القصور عليك الدش هذا نبأ مطمئن بالحق على كل دجانية إنهم لمن كات الفتية اللي يرى أهين آمنوا كمية بربهم رب قدر مية وزدناهم حان زيادة نهودا هنوم بان زيادة وربطنا وانو أتكين على قلوبهم قلب قدر الصبر ما سينا إذ وقت قاموا يستاجي بين يدي الملك بقول كنت سمك تشوني لأن يروا حياة الله ذكر مية marka iyagu ilaahay hanuunkii garansiiyay iyo hadana alla u sii siiyay markay boqorkii shir taageena kabay cabsanina sidii xaq ahayd bay u sheegay qulil haqq walaw kaalmo qulil haqq walaw kaalmo idqamu daa waxa la ilaahay boqor sidaas ugu roor boqorkii hor taagnaayeen qulil waxa idqamu markay istaageen oo gooni u baxeen oo ay diintooda la baqanayeen sida hore ay ku deynayeen إنهم فتية صندل يرأيها إن أمنوكم أي بربهم رب قد وزيث لهم وحال أسياد إن مركا يو هنونين نقضين هو هنوسن هدى هنون فلا وربطنا وارثين على قلوبهم قلب قاد إذ وقت قاموا أي استاجين بقر كونسيس فقالوا أي لهدين بقر كيف يكون لهدين ربنا رب قيو رب السماوات السماد رب قيو والأرض أرض رب قيو أنا قد رب قيو واقع أريد واحد وحبت هذي ما يشاء الله وحمد ثلاثة كالصمد يا أرض الله أبو ربا رب النار معنى وحوالي مرة دو الصمد يا أرض الله رب وياي إذن كل احترانا رب وياي وين ربنا رب لي رب السماوات والأرض وياي لن ندعو عابد من دونه ألا غيرك إله الإله إله كانوا الله أن عابده أن الله أهين مكنه معنى الله إله لا عابد منه إله كلنا عابد منه غيرك يعني إله قولوا عابد منه الله من إله كان قبر برضار منه لن ندعو عابدنا من دونه الا غير اله اله لقد قلنا وان نريد اذا هذا الاله كان عبد شدد القول فاسدا قول حد قد بان حد بان صبحنا وين وان خلدني وين هذا واحد اله كلا عبد ما ادمن خلدني ان غلطت الرساله اللي نغتها حق انه سلا نقض او الله خلقي عباده لو بدحتنا قف حق كنت اغن وحا لو غرتها
حقا هدو فلين كري وايا وكا مساوي فقالوا وحي الهنين لقد قلنا وانو نلبي الهنين إذن هدانو الله كلا عابدنا قولا شطرنا قول حد بذبا الله وحي الهنين ولي ويسي ولا شكد هؤلاء القواس نهرتاقني قومنا صنك يوهي اتخذوا حي سبيتين من دونه ألغيك آلهة إلها يقوى حي سبيتين إلا انبتك سنم عابدين في مضغ لسنعه دور سنم إلي عابدان بالغيابة ومن فوق يوحى يكدونان من خلطك ويديسا من دنبداك يوحى ويديسا من عرورك ويديسا لوحى أمسين وحلونه وحمكرية بأمسين مركينا إسكاشنا إلها يبنم بسميسانا وما يلبنم ببركيسانا هؤلاء كواس قومنا ترك يوي اتخذوا حيشا من دونه ألغيك آلهة إلهية فكان وحيدا لو لا يأتون ما إلي ما دان عليهم على آل إلهية إله لماذا بالسلطان الحجبين نعم عرها دي وحن إلهيين بغدل الكيانات قوم قوم فوضي بهرتابيه يقولوا ويسوقا عنيا إني حرد الكتابين بيسوقا عنيا عرها دي إلهيين بغدل لو لا يأتون تركيان ما إلي ما دان عليهم على إلهية إله لماذا بالسلطان الحجبين نعم فمن أظلم منك فمن أحد كيبا أظلم كظل ببغل ممن أحد إفترى كبان أبوك على الله إلا كذيب من بانتو أبوك ملك هذا القاضي يوفع سنيها قفت الله وحكا بان أبوك إله أنجرين إله كذلكي أما الله وحكوش وبربر ذري عريا تدل من بلون الله وحكوش وبربر ذري وحال الله قار ليه وحكا لله وداشي فمن أحد كيبا أظلم كظل ببغل ممن أحد إفترى كبان أبوك على الله إلا كذيب من بانتو أبوك يعني قفنا كمان تنبي بلنا قفا الله كبان أبو سيوان وإذا اعتدلتموه ويتشنى يا المرك قد كي بيتقان مركا ويتشنى يا ماشا تشغل وانتين ولي بفكر قلن ويان تشغل إياقي باش قلعين يوحين وإذ وقت اعتدلتموه طلقين آتكاد ديراتين إياقي باشنا نحضر إيا وما شين آتكاد ديراتين يعبدون عبدين إلا الله ألم ولياني فهو الظلم إلى الكهف قد الظلم ورقد أنه يستقل يسر لكم ربكم وحيدين سيدين ربكم ربكم من رحمة رحمة بيسا يؤذين درسلين إذن قدر فلين والله بأن ربكالي يدا إذن سينو عدوين إذن كحجاب وإذن فاحين والرزق إذن سين الله بأن رحمة بيسا إذن بلادين مرضين طلقاني وحي عابدين بكتها قني وإنه قال لك لي عابدين قد كنا نستقل إلهم بايرا وخليون الله بأن ثلاثة أرسان سهير نوي وتابال يجب واحد لين ويد وقت اعتزلتموهم تلك أنا كدرة تلك نمن كدراتين هم توحون نقول نمن في اللجتبي يا وما شئنا كدراتين يعبدون يعبدين إلا الله على النويا استثناء هو متصل هذا يكون المشركين هاي الله وحده لا عبدين وإلهي وحي عبدين مركين كتبنا الله النويا وإنا كتبين فأوض المبيع سوي لهذا إلى الكهف قد ينشر لكم ويدين سرين ويدين بلادين معناها ربكم ربكين ورحمة رحمة الشاء كثيرة رحمة دي سوحوية في الضغة نبت قليلة عاصماتك الله بايلوت علينا يجرانين ويهيئ ويدين سهلي لكم إليك من أمركم أمر كان هدى أسكوت الثاني هلقن كأه ويدين سينا الله عرس المتفقر فاحه الله بايدين سحينا يدين سهلي ويهيئ لكم ويدين سهلي إذين ديار جرين من أمركم أمر كان هدى أسود جثان وطفلت من مدعة والدين فينا لبقى نسان مرفق الراحة اليسين بينا قد كفتيد ويكس يحذين وان السيحيي مكان الله وعليه وطراء وادب كيسان الشمس قرحة هذا يعني عرفت كسر معناه كل قدر هذا أركي العيدون كل قدر وحيكوتا لا بالي ما يسأل إلى هذا كسان هذا الشيء بينا ما يسأل هذا الإسلام شكله أندرس الذي في الإسلام كبرقوا عيشتين ما كشيخ كتب التصريح تعمل كمذا قرأي أبو حياء وحيني وأبو الأخي ماشا ما ليدتك أمثينه قلت إنه يهيون وحاليا لويني إلا فقر قول السيستاني هلبوك أي مقال فينا ما يسوه كم مقدامون ما كبوا على أمثين وما لك يأكيد الله تقول ساتا على أمثين من ماشا ما كبوا حوالي مليئ كهر إنسى نبي عيسى مسوي كدن بيسيب على السوحي وحيد مصاصرين تقار رجح يعني إن نبي عيسى كهر إنسى يوم marka qolada quraysh iyo yahuud soo waydiinayaan yahuuda cilmiga nasaarada lama waydiyo oo culbay leeyna nasaarada marka cilmiga nasaarada yahuuda lama waydiyeen marka way ka hor isabay culimada qaar ka rajaxayaan qaarka waa nasaarada ay leeyeen wa tara wa arfa tahdiba admeesha ka tagay macnaheedu ash-shamsa qorraxda
إذا طلعت ما في صوت ألا نيسو تزاور إلي كلام وريجيس عن كهف قد كودا ذات اليمين دين عمدكتا ننك شروف قلي قد كودا وامدكتي سوي ننك قد كودا كل صوت صعبة لنا عمدكتا إي كلام وريجي قرحه وإذا قربت مكة إضاعة سنة تغربهم وحي كالقوين معناه هو إلا وقوه قوين يسير لما يلا سعر كيف وقوه قوين تغربهم وحي كلام وريجي قوين ذات الشمين لنا عمدكتا وهم يبنوا في فجوة واسع للكسر منهم من الكهف يقولك عبي تواب الله واسعه طبيعي ليلة مرش قرحة الستة وصغبور العماشة افتين كذا يشعاع هذا نموا اياه أنا وحي علماء الجاهدين لنا وقويب وقلت أكيس وشيري مركا مركا قرحة صوب حيث لنا عاسي كلام وليه شعاع هذا بأن يبصوه في رمي مركا يسير لعيسان حق الطوفرات بين شعاع هذا كسو قبلي مركا شعاع عاسي اللي افتين كان سادون كل علم ويهوري لها ينو حوية عصونا دلنا إلا شعاع عنه وعيابها قلوك أرضوك كإلالية يبدك كإلالية وين دان قرع عليها وترى الشمس قرع دوادر كيسا إذا دلعت مركي صوت على توه تزاوروا إني كلام وريق عن كافهم قدتوا ذات اليمين دين عملكة وكاكوسوا الصعبة وإذا قربت مركي دعي سنة تغردهم وحي كلام وريق ويكبوين ذات شمال دين عبد الإحلاه وهم يقولون في فجوة واسع ويكتب منه قلت عديث الله ساسم الرحيم ذلك أرهم تاتي وحاصر من آيات الله إلهي أيديه سيوز وها آيدها الله كمده لمن ذا اللي يريه إني حقي فهمه وقوم كودي كنت بيدن وآيده قد إني قلين وتشقوا قلين الله هذا ثلاثة أن آيده الله سبحانه وتعالى إن سيحيي وقماسيين آيده الله سبحانه وتعالى يدبك كيلا ليقول رحضوا آني قبلي نوايه منا وآيده قلت كواسع عيني سلاء وحوية راحي سنيان آيات ذلك من آيات الله الله سبحانه وتعالى سنيان من آيات الله وين مالك من يهدي الله قفي الله عنوني فهو المهتدي سلعا نوصا ومن يضلل قفي وقال للميان فلن تجد أهل ميسر له قفي أوليا قرقاري مرشدا وهنوني أهل ميسر نبي قال الله لا يوحل ليه وحيابه كويديين يمعزيات كويديين هذا أشياكتو وحوه حنوني مهيا كواس كاكوال بهاد البالي وحوه حنوني يواء الله وحوه حنوني يانا واء الله لكن معجزات أتكشاكي كي واربحين هذا أشياكتو وحوه حنوني المعجزات سيدا أدرت تذهبوا البهاد البالي ليه النبي قال له وحوه حنوني إنك لا تهدي من أحضبت بها النبي قال له يريو قفك أدعش ما نمتكين أذلك أبو طالب السوكري والدفاعي وآد نبي قبل على إيمانك قاتل إنك لا تهدي من أحببت بالي لكن الله يهدي من يشاء واسجد وكلم من يهدي الله قفت الله أنني فهو المهتد إشتغى هنوسان ومن يضلل قفت الله لمينا فلن تجده لميس له قفت وليا كالمائي مرشدنا هنوني وتحسبه محاط أمالي حتى ميشا تبي لهي لما كانت عبد الكافرة أي قادة هو سوتشي لهي إني سوتشي لهي أنه هردين بعض أمالي وهم يقولون رقود ويهردان marka waxa la idin dahaynay suubaysay dhawada alla kala furan indho atay isku qabsadaan oo dabolmaan oo ilinta iyo dalxanta iyo waxa ay ku dhixbaabaado indhihi waa xumaanay indhaha isaa kala hayaan balay loo idu umaray saa indhihi marka qofii dili ma daa wuxuu moodaya inay soo jeedaan moodaya indhaha isaa kala hayaan kuma dhaca marka taxsabuhu muhadum malayn ay qaadan inay soo jeedaan wuxuu iyagu ku gudduma hudan ونقلبهم وانقدقدين إن أبو ألي بذات اليمين حق ملكي وذات الشمال حق بلحلة وكلبهم أيدوا دين باصدهم في ذراعهم لملي كيدردن بالوسيد بنان كألباب كورتيسا وسيدي على الصبال كبيرا ماية وكه وحارما لهم أرمضا وكه بالك وماشا عقمضا أف عربيا الباب كماشا سيداس وهو في الدنيا اللقاء سيداس هل كاسوي الصبال كما أقار مرح وعقم عربيا طلبنا أرمضا وكه لوحبي جهدين بانو ملينين أفرمضها بركة سيداس وكه لهو ماشا سوي يا محليه ها وكا أفاق كاسي سيدي مركا يجي لها الكاسو سيداتنا مركا الله سبحانه وتعالى قد قدينا وقد قدينا جيو وحوية هذه اللوات دائيو عفرد عفرد يسودك إلى هاي انت الروح لكوكي سوف عفرد لقل مهيا مركا دي دائيو دائيو عفرد يسودك إلى هاي مركا وقال لك قد قدينا مركا علمة وحي لأيهين لحدي بلوات بمتبع لك قدينا أما هلقي سنة مركا وقال لك قدينا مركا هذي قد قدين فتقالين يجل لتقالين فهي سيو عنا نتو قد اللو مرقلين أما مالكي أما سنة مركا داد اسكال قلانو اسكهو ده وهاد بدينا فلاحانا ينقونا
وجد عالي أول نفسي كتبته الله وحليه ونقلبهم وانقد قدينين ذات اليمين ملك أي وذات الشمال بالحل والحال قلبهم أيضون باصد الأفذيين ذراعين لمدي في درب الوشيد وخلا أما ذكد الذات الأفذيين سيد وحي لنا وكلا لو اضطلعت هذا أرسل هيدا الضالع لهيد عليهم دشونا لو الليت واجيتا لهيد منه حضر صرار العرب ذات بوجيتا لهيد ولو مليت وحلقات بوحين لها منهم حق وضع أضوك كعفتنا يفعل العرصي وما نقدر جيح لهيد وهيبة الله صارين هيبة الله صارين وحل إلى هذا سيدا إنه مركه ورمش يا ابني قولنا المقاعية هنا لما قال ذلك يعد يا هاي هي أي جمال عيسى وحين قلت على الغامة سيدا لكن وحل الشيء قال أيضا نبي الله إبراهيم وانكي لغفر إسماعيل مجد عيسى وحال به سليبان الجريف بأل به سلالي هدوث في النبي سليمان وحال به سليبان العنقل بأل به سلالي أيضا قلدا لكي وبين قدميد بأل به سليبان فالمثل قلدا في بني إسرائيل دي بجي عابدين وحال به سليبان زمهوت زمهوت أو خلاء زمنوت عن الأهل زمنوت بأل به سلالي أدو مقعيه الله صلى الله عليه وسلم وحقيمه إلى رفا ديار ما له هذا الله وحليه لو طلعت هذا دال عن لهيد عليهم دشوضا وضع أرك لهيد تبس وقاضوا لو الليت واجيتا لهيد منهم حق وضع فرارا على الزيت عذاب وحكدين لهيد ولم يريت وحلقات كلها رعبا عرصي منهم حق وضع كعب سنيسو يعني وحب لوان كرام متي نوي وحل لي هاي متي بقر في أصان غدو وهي ويلشي يا لك هذه marka godkood diba loo yimid marka wuxuu isay u dhintaan kullayba soomaad dileen ha wax ku dhaca markii la waayo u galo la hadlo kullayba waan dili lahayn waxba ku dul dhisay u baqbaqtiyaan wax sidaas u kala laleeyo wakadalik sida aanu sheexinay iyo mucjizaadka faraha badan leh yaan baxnaa u soo toosinay buu Allah subhanahu wa ta'ala liye tasaalu ina iswaydiyan baynahum dhaxdooda war goormaynu meeshanay war intaynu horudnay ma maalin baa ay misalalin barkeen المثل مالين أول كيد بيستجين مالين آخر كيد نوي صوته سين وحيون ملايين يعني إنه مالين في أول كيد سحنين آخر كيد إيتا ولي قبل كيد عين بيلا نقول إيتا وكذلك كما أنا منا سيدا نسيح إني ينبعثنا هم صوته سنو ألا للذي تسالوا يسوا الدية بينهم بحضر قال قائل مديري باجي قال وحول قائل مديري وحالبو شاقاتي هو إلا تملي خائي مع سليه أمنه إياك مديري كم لم يكتب ورمتين إمشاد لقاتين ماشا نتيج جوكتين قالوا كيوك لو حيرين لغتنا وحانو نقالنا يوما مالين أو بعض يومنا من مالين بركة بركة قارن مالين بيكوشين قارن مالين بركة بيكوشين أوضو وتفصيل هدي ليلة أوضو وتفصيل هدي ليلة قاركوش وحيرين يوما قاركوش وحيرين بعض يوم هدي أوضو الشك اللي قاتل قانا يوما أو بعض يوم مالين أو مالين بركة بركة ماشي يعني حالبي وحوية إني وقت بحالب إسبدشير ويقالنا يمركي صوته سيانا شكي باكو بيرمي وحالده سيد مركز سيحنان إن حالده بسيدي أهين فجرانا يا قال وحير قائل المدير ومنهم إياه كمدة كم لبيسه متين نقاتين قالوا وحير لبيسنا وحان نقاتين يوما مالي أو بعض يوما مالي بركين مركانين با ثلاثة جيري وحير قالوا وحي جلاتين يقعد نحضوني ربكم ربكين با أعلموك بما يمتين لبيسهم أن نقاتين وحبه يلي بيزالي منه وي معنى وان نقاتين مين أن نقاتين يلا وقتين نقاتين الله بعوض فضع صوت ذرة أحدكم يمكن بوارضكم لعبتين في الباب الله ذرة هذه أيتنا إلى المدينة مقالة أن يعينوا خانم الأذرة فليظرها أيغو أيها فاشنك أيها ضعامك مثكي أذكاء نظيفه طيبه حلالة ضعامة فاشنهان حلالة فليأتكم هايدين لي ما دبرزغ منه يعني ورمت أنه ننذفر ومقالة ننذفر العبد ودي من العبد المرت ونوتين قار ويسر قيسن قارنا ننفي ودي ذين marka waxa caam ka mid tii nadiifay ina soo doon marka waxay og yihiin qaryadii ay ka yimaadeen in khayaana badan ka jirto dacaan gooli iyo raashin wax badan iyo wax sanam loo gowracay wax daran inuu jiray marka ku alsan min loo gowracay xalaala haynoo raadiye ninkaan dirra yiraahdeen sab'a sudira ahadakum mid tii dira bi waridikum fil ladina ladira al'asr hadhihi asala ila al madinati min magaladi udira falyadurha ayu ayha أطعمة مدكي أسكان نظيفة وطيبة دعام الراشنهان فليأتكم هايذين لي مادة بغز عنتهايذين كلي مادة منه دعام كحجيس عنتهايذين كلي مادة وليتلطف هاحي عليك تلطف هو حوي وإن هذا الاسم جنينه إسير غريسه وصعد كاقية هلان كاقية
المثل قصة الله الله يسوينه لك الدريمين إلى الميال ختمين يحدى تايمه غريب إلى سوينه لك الدريمين حد مرسدوه وليطلطنا صاحي على إستو حد مرسدوه ولا يشعرن يونا إذن أغيسين بكم لك عدد قفنا يونا إذن أغيسين بكم وحالي إلى هذا قرآن تاه وليطلطنا تادا فجرتا يا عروسي تكلم بدساسا مغلق لي وليطلطنا تادا يا كلام دالي وليطلطنا صاحي على إستو يعني تلدف إحنا وعاد قرنه نيسان هون صعد يلا دريمي وين معنا ولي تلدف هاي فقريه وحوي بدون ما لقى قرن ولا يشعرن يوني دلوقتيني بكم ذكا أحدنا أحدنا يوني دلوقتيني وحالا يمركم تقي أو كاسم في بايعي يقول العكس صادنا وصلنا بقول صنا كهر العكي كتاب وطا انت أصبح بقر ما كدن بيسي أو ماشي ويس بدي سواح ولا ويس بدلين كيف علي يا بمركز العكي بردو وحالا حقوق كيين مكاسي يجي مقالة المين يهبل آهين وما يويثها وحياب بدون ما يسبدل مكاسا اللي يسيقون يماشي باب اللقون وقادين وحيدهم ولا يسعرن بكم حتى قفل يامي إذا نقلت إن محايا لي بي لأني إنهم إيهو قالوا دي بالمودة يعني إني تيوغان مكا وحال إليها بقر مسلمات يوغان لي إنهم إيهو إن يظهروا هدي كقال ابن قضان عليكم دوشي إن كقال ابن قضان وقعنت إذن كردقان يرجموكم وإذن تجون وردقح بإذن كدلي أو يعيدوكم وحيدين علي في ملة من دين تودي إذن تعلي لبدا مدوية وعلى بدا رمضة رسوما حتى يقعانت إذن كل قال أما كوبا إذن كثيرا يعني كذي بلي وربات كعرسان أما دين تهجليسا مركا مدنا قول ماها لبدا مركا عيدنا يعني إنه قامبي إنهم يظهروا حتى يقالب القدان عليكم دوشين يرجموكم وإذن خجمين يعني اللقاح بي إذن كل إذن لدعي أو يعيدوكم وحيدين علي في ملة من دين تودي ولن تفلحوا وليسن ميسانا لا الدين تكون نقطان إذا وقت جاء الدين تكون نقطان هذا ما الدين تكون نقطان ولن تفلحوا وليسن ميسانا إذا وقت جاء الدين تكون نقطان آخرية الدين تكون واتسيا جيسان أبدا ولن وليسن ميسان بيها وكثيرا أن سوق النيل هذا والله سبحانه وتعالى على وقت